يعني نبدأ من مشهد الساعات الأخيرة، حضرتك شايفه إزاي؟ جولات التفاوض الموجودة واللي بتستضيفها القاهرة مع كافة الأطراف، شايف اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة أثمرت عن إيه، وإيه أهم المعلومات المتاحة حتى الآن؟ طبعاً ما هو معلن، يعني الجزء الأكبر المعلن، مصر أولاً هي مش بس الجولة الأخيرة دي، الحياة مصر لم تتوقف منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، بالذات بعد 7 أكتوبر، عن بذل كل الجهود على أكتر مسار، مسار المعابر وإنه معبر رفح مفتوح من الجهة المصرية والتعنت الإسرائيلي ومعبر كرم أبو سالم، ده دخول المساعدة الجزء العاجل. الجزء الآخر هو السعي لوقف إطلاق النار، والهدنة الأولى الحقيقة اللي توصلوا إليها كانت بجهود مصرية، ومصر اللي معاها مفاتيح التفاصيل كلها، لأنها احتفظت، يمكن بعض الناس ما كانوش واخدين بالهم إن مصر تحتفظ بقنوات الاتصال مع كل الأطراف، وبتقدم تحمل مطالب من هنا ومطالب من هنا، مع كمان ضمان مع الانحياز الواضح من مصر للقضية الفلسطينية، لم يقلل من دورها، بالعكس من الثقة فيها كوسيط. ودي مسألة شديدة الصعوبة، ومصر بتعملها باحترافية شديدة وبكافة المؤسسات، لأن احنا داعمين للقضية الفلسطينية مع الحق الفلسطيني، كمان بنقدم نصايح، بنقدم مصر طول الوقت بتقدم أفكار ونصايح لأن لديها معلومات. اللحظات الأخيرة الحقيقة الهدنة كادت أن تصل إلى الاتفاق، كاد أن يصل إلى نتيجة توقف، حصل، إحنا أكيد الناس متابعة إنه حصل إنه حماس تأخرت بعض الشيء، ثم حصل قصف لكرم أبو سالم، ثم فعلا وافقت، بدأ تعنت إسرائيل، بمعنى أنه كلا الطرفين مسؤولين، بالإضافة الأطراف كلها مسؤولة، أنه يعني لو حد عاوز يبص بس للجهود المصرية، الجهود المصرية أنا بسميها حرب، حروب داخل الحرب، أنه مصر مش بتتعامل مع طرف واحد، مع الطرف الأصلي والطرف الراعي والمرجعيات، كل حد طرف ليه مرجعيات وليه حسابات، لأنه النهاردة الولايات المتحدة بعد ما مصر حذرت انه انهيار هذه الهدنه او المفاوضات خطر حقيقي، مش بس اتساع النزاع الاقليمي، كمان التداعيات المختلفه لهذا الامر تكون صعبه جدا. مصر من باريس لاتجاهات مختلفه، قطر موجوده، الولايات المتحده، يمكن رد فعل الامريكي على منع بعض صفقات السلاح كان واضح جدا انه بناء على التحذيرات المصريه، مصر مش بتحذر، مصر بتوضح وجهه نظر مهمه في هذا الأمر، وإغلاق المعابر بيخالف حتى القوانين الأمريكية. نتنياهو طبعا بعد السلاح طلع وخطب الكلام اللي هو برضو للاستهلاك الإعلامي، لأنه القضية عندنا بنتكلم هنا كل الأطراف صراعها دعائي أكتر منه حقيقي، والخطاب المعلن ده مش بالضرورة هو الخطاب الحقيقي، سنحارب وحدنا وبأظافرنا. إسرائيل لو أمريكا أوقفت هذه المعونات، إسرائيل لا اقتصادها ولا قدراتها العسكرية ولا حجم السلاح اللي معاها ولا قدراتها، دي احنا بنتكلم 7 اكتوبر ده مجموعة ناس يعني مقاومة استطاعوا ان هم يعملوا لكم اختراقات، فيعني فكرة ان احنا سنو واظافرنا وحاربنا وحدنا ده كلام الحقيقة ضعيف، وكلام يدركه اي حد متابع. عشان كده الدولة المصرية ما احنا بنقول بتبذل جهود ضخمة، حروب داخل الحروب، فيها حرب حتى ضد الدعاية الإسرائيلية، لأن إسرائيل بتعادي مصر وتسرب أكاذيب طول الوقت إنه المعبر مش مقفول من ناحيتنا، إنه في تهريب سلاح برغم من تهريب السلاح من داخل إسرائيل، إنه كمان الحقيقة في وحدة اسمها المستعربين اللي هم الإسرائيليين اللي بيقتلوا الفلسطينيين بوجوه عربية وبيتكلموا عربي، هل المستعربين دول موجودين في السوشيال ميديا النهارده باسماء فلسطينيه واسماء عربيه؟ يعني اي حد النهارده للناس اللي هم بيزعموا انهم بيحملوا اسماء فلسطينيه في كندا او اوروبا او غيره بيهاجموا مصر ودور مصر وبيسخر وغيره، ده كلام دول وحدات المستعربين اللي اسرائيل بتصرف عليهم زي قنوات او واجهات الاخوان اللي النهارده بيتبنوا، وليه مصر ما تفتحش وتاخد الناس دي نفس الطرح الاسرائيلي قبل كده؟ يبقى انت بتتبنى وجهه نظر اسرائيل، مصر بتخوض ضد ده جانب لوحده، لكن الجانب الاهم هو رعايه المفاوضات بشكل حقيقي وبشكل شريف جدا وقوي في مع كل الاطراف. مصر ما قطعتش العلاقات لانها تحتفظ بقنوات اتصال حمايه للشعب الفلسطيني،
دخول المساعدات بشكل او باخر مصر ساهمت فيه والنسبه 78% او كذا مصري. مش بس كده، كمان استمرار التدفق ده، مواجهه تعنت واكاذيب اسرائيليه لاسرائيل حتى الان نتنياهو. احنا عارفين انه هذا الصراع، اي صراع في الدنيا او اي حرب في الدنيا لها اهداف سياسيه. نتنياهو اهدافه انه احيا نفسه، وبيرى نفسه انه 7 اكتوبر دي منحته قبلة الحياة في أنه يستمر سياسيا بعد ما كان منتهي. الطرف الآخر يجب أن يدرك هذا الأمر، ويدرك أنه الدولة المصرية لديها المعلومات، لديها الإمكانات، لديها القدرة على أنها توضح له هو محتاج إيه. مش بالضرورة أنه وجود مرجعيات في خارج، بالنسبة للفصائل الفلسطينية خارج فلسطين، دي مشكلة. أمر الأهم هنا هو أنه النهاردة القضية الفلسطينية بقت في الواجهة، ودي المكسب الأهم في هذا الأمر. يجب أن نستغل هذا الأمر، ونوقف هذه الحرب العدوانية الإبادة الشديدة. يجب أن ينتهي، لأن هذه القضية نطرق على حديد وسخن، ونذهب إلى المجالات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية. لده اللي مصر بتعمله في يوليو اللي فات، كانت استضافت الفصائل قبل أكتوبر بمراحل. فالدولة المصرية بتشتغل مش بس دايرة واحدة، في دايرة دبلوماسية، في دايرة سياسية، في الدايرة الأمنية، في أجهزة، في بتسهر 24 ساعة على إنها تتعامل. وربما في جزء الأكبر من هذا الأمر ليس ظاهرا للعيان، عشان كده إنه بعض الناس ربما حسن النية اللي هو بيقعد وبيتكلم أو بيحلل أو بيقعد على السوشيال ميديا، تقعد على السوشيال ميديا ومرتاح وكده، هذا الأمان وهذا الاستقرار اللي مصنوع في وسط محيط مشتعل، ده يعني أن هناك دولة قوية بتعمل في هذا بكل تأكيد.